شكرا معلقنا كابتن ايهاب رجب. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 26-25 والفوز بالكاس. هارد لك النادي الاهلي، مبروك نادي الزمالك. خلينا اقول ان اخطائنا النهارده هي اللي اهدت الفوز لنادي الزمالك، ومع ذلك انتهت المباراه فرق هدف واحد. مباراه الحقيقه يعني خطأين فقط كنا تلاشناهم كان زمان النادي الاهلي هو الفائز، ولكن هذه هي الرياضه. ولا بد ان نتذكر ان هذا الفريق كسبان ثلاث بطولات، هذا الفريق كسبان ثلاث بطولات هذا الموسم ولم يوفق في بطوله. طبعا كنا نتمنى النهارده الفوز، ولكن هذه هي الرياضه. ان شاء الله باذن الله القادم افضل. لسه عندنا باذن الله بطوله يعني الجلوبال او السوبر جلوبال، بطوله العالم لكره اليد، ان شاء الله نادي فيها اداء كويس. برجع لضيوفي في الاستوديو طبعا المنورين كابتن فوزي، كابتن ابراهيم، كابتن محمد، كابتن ياسر، برحب بكم للمره الثالثه. خلينا نبتدي بيك يا كابتن فوزي. النهارده يعني مباراه اخطائنا كانت كتير، ما كناش متوفقين، كان في شويه عدم تركيز، كان في حماس زياده ادى لعدم التركيز. دي كانت وجهه نظري، ما اعرفش وجهه نظر حضرتك يعني. طيب اسمح لي الاول ان احنا نهني نادي الزمالك عفوا ونقول له مبروك على البطوله، اجدت وقاتلت وقدرت تكسبها. لما حاجه اتكلم عن فرقتنا الحقيقه انا قلت ما بين في الشوط الاولاني قلت فرقتنا ما جاتش، انا منتظر انها تيجي في الشوط الثاني. لحد الدقيقة 12 الحقيقة ظل الأمر كما هو عليه، ما حصلش أي تعديل في الفرقة. أعتقد أنا كنت بتكلم أنا سيادة اللواء ما بين وإحنا بنتفرج على الشوط، أعتقد إن كان الكارت الأحمر بتاع أحمد عادل أربك حسابات كل حاجة، ما كانش في حاجة بديلة يقدر يعملها. أنا اللي كنت بتفرج عليه فرقة بتلعب كل واحد لوحده، مش تيم جماعي من الدقيقة 12 لغاية نهاية الجيم. ضيف على ده انت عامل 29 هجمة تقريبا، حاطط فيهم 14 جول، يعني تقريبا نسبة تسجيلك في الهجوم حوالي ما تجيش 50%. المشكلة الكبيرة بقى وده اقل من الشوط الاولاني، 8 اخطاء في الهجوم، تفقد الكورة نتيجة اخطاء. فاولين مهاجم عندك، فاول مهاجم دوس خط باص غلط، ده بالنسبه لمباريات نهائيات ما تحملش خطا كتير جدا 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 جدا. وده اذا كان هيدللي على ايه؟ ان الفرقه اوت اوف سيرفيس، ما مش مركزين. يمكن يا كابتن حماس الزياده، الرغبه في الفوز بزياده، مش استهتار بالمنافس، اي سبب، انا شايف ان هو ممكن يكون حماس زياده، اي سبب. لكن احنا هنرجع للنقطه الاولانيه اللي بيقول ايه، الثبات الانفعالي. النهارده كنتش موجود، بالرغم انك انت كنت بتقرب من الجيم، لكن الفرص اللي اتاحت لك من الدقيقه 12 لغايه نهايه الجيم كنت ممكن تكسب، كان من الممكن تقرب وتكسب وتطلع، لكن مفيش ثبات انفعالي. انا حسيت ان الفرقه بقى كل واحد بيلعب لوحده، فانتهى الموضوع خلاص. ده كان لصالح المنافس بتاعك. الف مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي. اعتقد يعني ايقاف او الكارت الاحمر بتاع احمد عادل، عدم تركيز اللاعبين هم السبب، لكن ده ما يقللش من فرقه النادي الاهلي، فرقه قويه، فرقه واعده للمستقبل ان شاء الله. اشكرك يا كابتن. كابتن ابراهيم، يمكن النهارده مع كم الاخطاء، ولكن فرقتنا نجحت ان يبقى الخساره او الفرق هدف واحد لغايه اخر ثانيه في المباراه بتقاتل. النهارده عدد الاخطاء ده لو كان قبل كده كان ممكن يروح بالمباراه لفريق كبير، ولكن ده بيدل على قوه فرقتنا، ان فرقتنا واقف حتى يوم ما بتخسر واقف على رجليها، بتادي اداء جيد. اكيد ده ليه رؤيه فنيه من حضرتك. هو طبعا مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، بس المباراه كانت قويه ومنافسه لاخر دقيقه في المباراه، وده طبعا اداها نوع من الاثاره لكل الناس، وده ان دل فيدل ان فرق الهدف ده مش معيار. هو ادى نتيجه لنادي الزمالك انه كسب، ولكن ما هوش نقول ان تفوق نادي الزمالك على النادي الاهلي، ولكن هو ده نتيجه مباراه، ونتيجه المباراه هنا بين لعيبه النادي الاهلي كلهم ناس صغيرين، اغلبهم صغيرين في السن، قدامهم مستقبل كبير، وان كان المباراه دي خسروها انما المستقبل ليهم ان شاء الله افضل، ومع الجهاز الفني والتدارك الاخطاء المستقبليه هيبقى فيه
الاحسن والاحسن ان شاء الله. اشكرك كابتن ابراهيم. كابتن محمد، يمكن النهارده قلت انا في البدايه يمكن اخطانا لهدف الفوز لنادي الزمالك ده، طبعا ما يقللش من نادي الزمالك، مش الهدف، ولكن هو تحليل فني ان انت اخطائك كانت اكتر من اخطاء نادي الزمالك، فده اداله الاولويه. انت الشوط الثاني كسبان 3 اهداف، الشوت الاول نادي الاهلي نادي الزمالك كسبان 4 اهداف، عشان كده طلعت المباراه فرق هدف. ولكن يعني يتبقى انه انت النهارده كسبان 3 بطولات من 4، ف يعني الفرقه في اوفرول ماشيه كويس مش وحش، ولكن مباراه النهارده اكيد ليك كلام عنها. احنا طبعا من بدايه اللقاء يا كابتن هيثم احنا قلنا المباراه صعبه بالسهله وعلى الفرقتين. الفرقه اللي ليها الغلبه في الدفاع وان هي تقدر تدافع كويس تقدر تستمر في السكور بتاعها والنتيجه بتاعتها. يمكن اللي حصل سوء تركيز شويه من لعيبه الاهلي، بعض التصويبات الخاطئه على انهاء الهجمات على مرمى الزمالك، يمكن ده ساعد فرقه الزمالك ان هي تزود السكور شويه، وده كان اساس في ان فقد لعيبه الاهلي حته التركيز، لان طول ما النتيجه قريبه طول ما اللعيب بيبقى في قمه تركيزه وعايز يمنع الهجمه عليه على اساس ان هو يقلع الفرقه اللي قدامه. في شد اللي هو بتاع بدايه المباراه بين احمد عادل واحمد رمضان محمد رمضان يمكن اثر على التركيز بتاع فرقه الاهلي، فافقد الاهلي جهود احمد عادل، واحنا كنا شايفين ياسر سيف يمكن مش في حالته البدنيه او في كامل لياقته، يعني لان كان عنده اصابه وكان بيتحمل على نفسه بعض اوقات كتير من المباراه، فيمكن ده كان اثر على فرقه الاهلي شويه. كذلك يمكن بعض افراد من فرقه الاهلي كان في سوء تمرير خاطئ وتصويب على المرمى، لكن طبعا احنا بنقول مفيش فرقه بتكسب على طول، وفرقه الاهلي برغم ان هم خسروا بطوله لكن حافظوا على موسم كامل وتعبوا في موسم كامل ادى للفوز بثلاث بطولات دوري وكاس وبطوله سوبر، فوارد ان اي فرقه يحصل لها دروب في اي بطوله، لكن ان احنا نعالج الاخطاء ديت ازاي وان احنا نقوم تاني ونكمل في نفس المسيره، هم قادرين على ان هم يتعافوا من البطوله او الخساره بتاعت النهارده، لان انا شايفها برضو خساره مش تقيله، فرق جول يعني برضو ما يديش الايحاء ان فرقه الزمالك لعبت مباراه كويسه يعني. نعم. اشكرك كابتن محمد. كابتن ياسر. طبعا تحياتي للنادي الاهلي، ثقتي كبيره برضو في الفرقه. تحياتي لمجلس الاداره، تحياتي للنشاط الرياضي. لو هنبص للفرقه انا مش هتكلم من ناحيه اللي حصل في الملعب، لا انا هتكلم ان اقول في شهر ونص لما تلعب 4 بطولات ده كتير قوي، كتير جدا على اي فرقه. يمكن خواجه ديفيد كان مستغرب طريقه الدوري والكاس واطلع العب بطوله افريقيا، قصدي اطلع العب السوبر بعدين بطوله افريقيا، الكلام ده كتير قوي على اي فرقه. بس هيقول البعض يا كابتن انه عليك وعلي على اي حد يعني. عليا وعليا بس يعني انا ليا اسباب وانا جاي من بعيد يعني. فرقه ما بتاخدش بطولات، فرقه اول سنه دوري وكاس، دوري كاس سوبر تخش افريقيا، كل ده عوامل برضو نفسيا صعبه على اي فرقه، ومفيش فرقه عملتها في العالم انها تاخد 4 بطولات في شهر ونص. استحاله. كمان خسرت جهود علي زين وخسرت كمان جهود عادل في اول عادل وياسر ياسر سيف اتصاب في يعني يمكن في نص الشوط الثاني، فانت كده ناقص 3 لعيبه من اصل اللعيبه ده، بالاضافه طبعا لاصابه حميد. اصابه حميد من الاول يعني في الدوري. يعني انت تتلقى صدمات بالشكل ده وبالاخطاء دي كمان، وتطلع فرق هدف مع الزمالك اللي ما عندوش اصاباتك وما عندوش وعنده الدوافع النفسيه كانت اكتر منك. بالضبط. فشايف ان ده يعني مش محتاجين ان احنا نقصوا على فرقتنا، بالعكس احنا فخورين جدا بيها. انا فخور بيهم ان زي ما بقول لحضرتك من بعد غياب طويل جدا ان انا اخد دوري كاس سوبر اخش بطوله افريقيا. كابتن يمكن احنا رجعنا تاني لارض الملعب، ودي مراسم يعني طبعا التتويج،
زي ما حضراتكم شايفين دخول النادي الاهلي للحصول على او على ستاند المركز الثاني والمركز الثالث الناحيه الثانيه كان نادي سبورتنج. طبعا ثلاث فرق مصريه تتربع على عرش افريقيا، فده بيؤكد على رياده كره اليد المصريه. المركز الاول نادي الزمالك، المركز الثاني نادي الاهلي، المركز الثالث سبورتنج. طبعا مش هنقول اكيد يعني الفرق او غياب الفرق التونسيه، اتصور انه ما كانش يعني هيفرق كتير لان الفرق الحقيقه جامده، سبورتنج والاهلي والزمالك جامدين. طبعا علي زين نجمنا المصاب، فوكس كمان نجمنا المصاب، وطبعا هنا زي ما شفتوا انا بقول لكم الجمهور حاسس، هنا الجمهور بيدي التحيه لفرقته. جمهور النادي الاهلي ما خرجش من الصاله، فخور بفرقته، سعيد بفرقته، هو ده اللي قلت لكم. نادي جمهور النادي الاهلي جمهور فاهم وعارف ان فرقه فيها غيابات وعارف ان فرقه بتلعب بالرجوله دي لازم يستحقوا التحيه. الحقيقه جمهور النادي الاهلي جمهور فاهم وجمهور واعي وعارف ان الفرقه دي نفس اللي قاله كابتن ياسر تلعب اربع بطولات في اقل من شهر ونص، ف وتخسر البطوله اللي تخسرها تخسرها بشرف، والاخر ثانيه بتلعب ما حصلش ولا رمت الفوطه ولا استسلموا اثناء الملعب، فطبعا اكيد ده يستحق التحيه هذا الفريق. وطبعا دخول نادي الزمالك كمركز اول، وطبعا في اي تتويج بيخش الثالث ثم الثاني ثم الاول، واكيد يعني هيخش اكيد الكبار المسؤولين او كبار الحضور لتسليم الفرق الرياضيه او الفرق الثلاثه الميداليات والكؤوس. كمان اللي عايز اقوله زي ما حضراتكم شايفين يعني في صاله النادي الاهلي جمهور نادي الزمالك موجود، جمهور النادي الاهلي موجود، الحمد لله الامور تسير بشكل جيد. يعني ده ما منعش ابدا انه كل جمهور يحتفل بفرقته ويبقى سعيد بيها، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي دايما بيحتضن الرياضه المصريه بشكل كبير، والنادي الاهلي كمان بيقدم كوادر كبيره لمصر كلها في الرياضه، سواء لاعبين مدربين سواء اجهزه فنيه، اكيد ده دور النادي الاهلي. طبعا كبار الحضور هنلاقي منصور اريمو طبعا رئيس الاتحاد، كابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه، اكيد شايفين شفنا في المقصوره كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، شفنا معالي الوزير العام فاروق، شفنا كابتن يعني مرتجي في المقصوره، كابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق، كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، كل ده شفنا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، كل يعني القيادات وكل كبار الزوار كانت موجوده النهارده في المقصوره. الملعب كان مليان الحقيقه بكل الحضور، يعني ان شاء الله تبقى بطوله تدي الاهم من المكسب والخساره هي الصوره الجيده لتنظيم النادي الاهلي، الصوره الجيده لمصر كلها النهارده. معلش الفائز هي مصر، يعني لما يبقى عندك النهارده ثلاث فرق مصريه بتتوج المنظر اللي احنا شايفينه ده، الفائز الرئيسي النهارده هي مصر. زمالك اهلي بالترتيب، اول زمالك، ثاني اهلي، ثالث سبورتنج، هنا الفائز هي مصر. مصر فائز، الفائز في كل شيء، فائز ان النهارده صوره جميله جدا اتصدرت لكل افريقيا بل كل العالم. خلي بالكم النهارده البطوله دي او المباراه دي طبعت يعني من كل ارجاء العالم على شاشه قناه النادي الاهلي اللي كانت حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده زي ما بقول لحضراتكم لما منظر الملعب، الحضور، الجماهير موجوده النهارده، والمباراه بتعدي بشكل جميل، شكل يليق النهارده بمصر كدوله عظمى في يعني كره اليد، اكيد ده ليه انطباع جيد زي ما قلت لحضراتكم ان الفائز هي مصر، وانه النهارده في الاول والاخر كل هؤلاء اللاعبين زمايل في المنتخبات زي ما قلت لحضراتكم، زي ما توقعت كبار الحضور. طبعا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، مدحت البلتاجي نائب الاول في الاتحاد الافريقي والمدير التنفيذي، عند حضرتك منصور اريمو اللي في المقدمه، وكبار الزوار كابتن غزاوي كمان موجود، وشايف اعضاء مجلس اداره من نادي سبورتنج كمان موجودين. يعني الحقيقه يعني النهارده عرس رياضي كبير، مشاركه ثلاث فرق مصريه النهارده على ارض النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل، تنظيم كان رائع، ما شفناش النهارده شكوى واحده. خليني برضو اتطرق لجانب مهم جدا احنا ما اتكلمناش عنه، وكان الناحيه الفنيه واخدانا، وهي التنظيم. النهارده ما فيش شكوى واحده من التنظيم، ما فيش شكوى واحده من اي فرقه من الضيوف كانوا موجودين، كل حاجه كانت متاحه، كل حاجه كانت متوفره. خلي بالكم احنا النادي الاهلي نظم اربع بطولات عشان بس ما ننساش، بطولتين السوبر رجال وسيدات وابطال الكؤوس رجال وسيدات، احتضنهم النادي الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء اللي بتبتعد امتار قليله، يمكن اقل يعني 10 متر يمكن ما بين الصاله دي والصاله دي، يعني او يمكن اقل 20، يعني ممكن نقول 20 متر ما بين الصاله والصاله دي، ماشي يعني موضوع يعني كله كان في مكان واحد. النادي الاهلي سخر كل امكانياته للضيوف، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا كبار المسؤولين بيستعدوا لتسليم الجوائز،
العادي بيكون ان طبعا نادي سبورتنج بيستلم كمركز ثالث وبعد كده النادي الاهلي وبعد كده نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده يحق له المشاركه في كاس السوبر. كابتن محمود الخطيب الاسطوره الكبير النهارده متواجد وبيسلم طبعا الفرق الرياضيه وبيشارك في تسليم الفرق الرياضيه كاس البطوله. ودي اخلاق كابتن محمود الخطيب، موجود متواجد ودايما في يعني عدم التوفيق او الخساره قبل المكسب. كابتن محمود الخطيب الحقيقه بيكون متواجد وبيكون داعم لفرقه. النهارده كابتن محمود الخطيب يعني اسطوره، يعني او اسطوره النادي الاهلي، مش بس اسطوره فنيه ولكن خلقيا. كابتن محمود الخطيب رمز كبير للتواضع، رمز كبير لاحترام المنافسين. كابتن محمود الخطيب تاريخه يتكلم عنه الحقيقه. زي ما حضراتكم شايفين وبكرر تاني، مستر منصور أليمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، كابتن حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى بيتقدم وطبعا بيبتدوا يعني يسلموا الكؤوس وكاس البطوله زي ما حضراتكم شايفين. وبعد الدروع هنا بيسلموا تقريبا درع او رئيس الاتحاد الافريقي بيسلم درع لدكتور حسن مصطفى. وده وضع طبيعي ان الدكتور حسن مصطفى اللي بيسلم مستر أليمو كاس تكريم للاتحاد الافريقي، لان ده اليوبيل الذهبي. تاني ارجع، الاتحاد الافريقي بيحتفل النهارده بمرور 50 عاما على تاسيسه، والبطوله دي الحقيقه جايه في وقت مهم، ان دي بمناسبه اليوبيل الذهبي للاتحاد الافريقي او تاسيس الاتحاد الافريقي. ويمكن دكتور حسن مصطفى له باع وذراع كبير في عمر هذا الاتحاد الافريقي، مش بس في مصر، في افريقيا والعالم. دكتور حسن مصطفى قامه كبيره رياضيا مش في مصر بس، لا ده في مصر وفي العالم وايضا في اللجنه الاولمبيه الدوليه. الدكتور حسن مصطفى رمز سيظل يعني خالد عبر التاريخ. مستر أليمو طبعا بيتقدم هنا، وبرده في تسليم بعض الهدايا التذكاريه والدروع يعني للاتحاد الافريقي. الكل بيحتفل النهارده بالاتحاد الافريقي، بيحتفل بمرور 50 عاما على تاسيسه. زي ما قلت لحضراتكم يعني بطوله كانت مهمه، وبطوله توقيتها مهمه مش بس الاتحاد الافريقي، بطوله مهمه كمان في توقيتها ان هي ختام البطولات المحليه والقاريه. اولنا ان شاء الله هيكون باذن الرحمن في بطوله ابطال الدوري اللي هتتلعب ان شاء الله في افريقيا، وبعد كده بطوله شهر 11، وبعد كده بطوله كاس العالم للانديه. ده اول الموسم، اكيد طبعا بطوله الدوري هتبتدي قبليها بشويه كما تعودنا كل عام. يمكن كره اليد مختلفه عن باقي الالعاب، كره اليد ليها اجنده دوليه ثم اجنده قاريه ثم اجنده محليه معروفه بالملي قبل ما تبتدي. انا ممكن كمان 3 سنين اقول لك البطولات اللي بتتلعب معادها ايه، غير السله يمكن وغير الطايره، المواعيد مختلفه كل سنه بشكل نتيجه التعارض الاجندات الدوليه مع الاجندات القاريه والمحليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بيتجه كبار الزوار لتسليم كابتن غزاوي طبعا رئيس اللجنه العليا المنظمه، وبيسلم نادي سبورتنج الميداليه البرونزيه. مبروك طبعا نادي سبورتنج في مشاركته الافريقيه. نادي سبورتنج فريق محترم، نادي سبورتنج الحقيقه عمل موسم رائع. خلينا بس ندي لهذا النادي حقه، نادي سبورتنج رجال احنا بنحييهم الحقيقه. كابتن مروان رجب اكيد طبعا مدير فني وقائد منتخب مصر السابق. على فكره مروان رجب اللي ما يعرفش لعب معايا باسكت، والله دي مفاجاه يعني للساده المشاهدين. مروان رجب ابتدى حياته لاعب كره سله، وليه موقف كده طريف خليني احكيه بسرعه. كنا في منتخب مصر سنه 1992 منتخب مصر الشباب كره سله، بنتجمعنا وفي نفس الوقت تجمع منتخب الشباب ايضا لكره اليد، وتم استدعاء مروان رجب في المنتخبين، استدعوه في منتخب السله واستدعوه في منتخب كره اليد. دي يعني سر كابتن مروان هو اللي هيكون فاكره، لو هو يعني حد يعني من المقربين اللي يسمعوه هو هيفتكره. وساعتها ساله كابتن مروان تحب تروح منتخب السله ولا منتخب اليد؟ قال لا اروح منتخب اليد عشان اطلع زي والدي يعني كره اليد. فكابتن مروان ليه يعني ذكريات معانا انه تم استدعاه في منتخبين في نفس الوقت. مبروك نادي سبورتنج، نادي جميل، نادي امبارح خسر قبل النهائي فرق هدف من نادي الزمالك. ده طبعا برده نفس الكلام اللي بقوله لحضراتكم انه الفرقه المصريه كلها قريبه من بعض. زي ما حضراتكم شايفين نادي سبورتنج بنى فريق جيد يستحق التحيه، ثالث افريقيا في الدوري حدث ولا حرج، يمكن خدوا مركز ثاني ايضا في كاس مصر بعد ما اثنوا واخرجوا نادي الزمالك في قبل النهائي. نادي سبورتنج الحقيقه عامل موسم رائع، وده استكمال لمواسم سابقه. ونتمنى استمرار دعم نادي سبورتنج من قبل كابتن احمد حسن طبعا رئيس النادي يعني الرياضي، واللي هو دايما داعم للرياضه. نتمنى انه يستمر في دعم هذا الفريق عشان نشوفه في يوم من الايام يعني خير ممثل لمصر. نادي سبورتنج الرياضي دايما بيحتضن النجوم. طبعا كده انتهوا خلاص يعني، ودلوقتي التقاط الصور التذكاريه مع فريق سبورتنج حاجه شياكه وحاجه تنظيم وحاجه جميله. وهو ده النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، جماهير نادي الزمالك قاعده حتى الان بتحتفل، المصورين ليهم مكان هنا زي ما حضراتكم شايفين بيرتدوا الزي الفسفوري
والكبار الزوار على الريد كاربت واقفين في النص، الاول الثاني الثالث واقفين في اماكنهم، التنظيم وتخطيط الملعب بشكل جيد بحيث ان هو يبقى فيه سلاسه ويسر لكل واحد في الملعب يؤدي مهمته، سواء لاعب واقف مكانه، سواء زي ما حضراتكم شايفين الجمهور في اماكنه، امن النادي اللي بيرتدي السترات البرتقاليه موجودين في اماكنهم عشان ينظموا الدخول والخروج، وطبعا اكيد يعني لا يسمحوا بالمرور غير اللي مسموح له يمر معاه الكارد بتاعه اللي متعلق على صدره بيخش. تنظيم رائع، وجود الجماهير في مكانها، الدخول والخروج بكل سلاسه، بطوله ناجحه بكل المقاييس. هنا طبعا بيتقدم برضو كابتن غزاوي عشان يسلم النادي الاهلي ميداليات المركز الثاني، وكابتن مدحت البلتاجي مدير تنفيذي الاتحاد والنائب الاول، النائب الاول لمستر اريمو، وسكرتير عام الاتحاد الافريقي بيسلم طبعا اكيد الميداليات المركز الثاني للنادي الاهلي. طبعا اكيد كلنا ثقه وفخورين بهذا الفريق، فخورين بهذا الفريق، والفريق ده قاتل حتى النهايه، بيعاني من اصابات، بنلعب بحارس مرمى وحيد، يمكن احمد وليد عمل اللي عليه، ولكن هو في شهر اقل من شهر مش مطالب منه يعمل اكتر من اللي هو عمله، وبنحييه اكيد وكنا سعدين بيه، سعداء بيه بالفتره. نتمنى الشفاء لعلي زين، نتمنى الشفاء لياسر سيف، نتمنى الشفاء لكل اللاعبين، فوكس حميد، كل اللعيبه المصابه. النهارده لازم كل التحيه لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الراجل اللي بذل مجهود كبير لدعم هذا الفريق والوقوف جنبه، كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز احد ابناء نادي الاهلي المخلصين واللي وقف جنب هذا الفريق، واللي من اول يوم الحقيقه يعني بذل جهد كبير لتوفير كل شيء لهذا الفريق. كل الشكر والتقدير لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي على مدار سنوات قدم دعم كبير لهذا الفريق، والحمد لله بنجم الثمار هذا الان. كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره النهارده اختاروا الطريق الصعب لبناء فريق هذا الفريق، كان ممكن نختار الطريق الاسهل في نادي الاهلي ويعني نجيب لعيبه جاهزه، لعيبه منتخبات او لعيبه منتخب مصر الجاهزين، ولكن نادي الاهلي اختار الطريق الصعب، هو بناء فريق شاب زي ما حضراتكم شايفين بمتوسط اعمار صغيره، عشان نقعد 10 سنوات الحقيقه نفوز، او يعني يبقى عندنا يعني عدد من اللاعبين وسكواد محترم. النادي الاهلي اختار الطريق الصعب، ومع ذلك النادي الاهلي استطاع انه يحصد البطولات في وقت ما هو بيبني هذا الفريق. طبعا ده استكمال ل يعني تسليم الميداليات الفضيه للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الدنيا كلها مترتبه، كل شيء مترتب وكل شيء تم التدريب عليه جيدا عشان تخرج البطوله بهذا الشكل. طبعا اكيد مش هنسى اشكر كل يعني المسؤولين في قناه النادي الاهلي الحقيقه اللي تاحونا ان احنا نشوف هذه البطوله. خليني اقول لكم ان احنا واخدين هذه البطوله حصريه، قناه النادي الاهلي مع ابطالها في كل مكان. لازم اشكر طبعا يعني المهندس سيف الوزير الحقيقه اللي ما بيتاخرش ابدا، والداعم كبير للالعاب الاخرى والداعم بشكل غير محدود لقناه النادي الاهلي، واتكلم على الحته اللي يعني تهمني وهي الالعاب الاخرى، بنشكر المهندس سيف الوزير. اكيد بنشكر كابتن اسلام الشاطر اكيد على دعمه للالعاب الاخرى، ودايما بتجمعني بيه ان احنا بنقعد نتفرج على الماتشات ودايما بنكون مشدودين مع بعض. ابدا مش هنسى اشكر طبعا الاخ والصديق الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه، اللي الحقيقه برضو من الناس اللي داعمه للالعاب الاخرى، ومش بس داعم، ده متابع جاي للالعاب الاخرى. بنشكر اكيد كل القيادات يعني في القناه، واكيد بنشكر اكيد كل الاطقم الفنيه والاطقم يعني الاخراج والمصورين اللي في الخارج، الحقيقه الناس قاعده في الملعب يعني فترات طويله، اكيد بشكرهم. اكيد بنشكر كمان استاذ باسم عزمي، بنشكر كل المسؤولين الفنيين عن وجودهم بشكل كبير وتواجدهم في القناه بشكل دايم وفي الخارجي والداخلي، عشان نحاول بقدر الاستطاعه نكون مع ابطالنا. الحقيقه السنه دي قناه النادي الاهلي بشكل كبير حاولت تنقل اغلب المباريات الالعاب الاخرى، وده الحمد لله بتلمسه جماهير النادي الاهلي، وانا واحد من اسره القناه، وبيجي لي اكيد يعني رسائل من جمهور النادي الاهلي اللي احنا بنعشقه، واللي كل ده بيحصل عشان جمهور النادي الاهلي، ونسعد جمهور النادي الاهلي. فالنهارده قناه النادي الاهلي موسم يعني غير مسبوق في تغطيه الالعاب الاخرى، مساحه كبيره جدا في قناه النادي الاهلي الالعاب الاخرى، وده ايمانا من القناه ومسؤوليها بانه النادي الاهلي يعني مؤسسه ومنظومه كبيره. النهارده مستر يعني اريمو بيتقدم يعني الى استلام الكاس او يسلم الكاس والميداليات لنادي الزمالك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين التخطيط والاعداد ومسبقا للبطوله وكل الاطقم دي، عشان اقول لحضراتكم تم التدريب على بروفات
اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني جوه النادي الاهلي كنا بنروح الصاله نلاقي الصاله مقفوله، الاطقم المنظمه واللجان بتمرن على حفل الختام وبتمرن على تسليم الجوائز، كل حاجه ليها حساب وكل حاجه بدقه. يعني الحمد لله الشكل جميل، وزي ما قلت لحضراتكم الفائز هو مصر النهارده، الفائز الكبير مصر زي ما حضراتكم شايفين. ثلاث فرق مصريه تتربع على عرش القاره الافريقيه النهارده، منتخبك منتخب قوي انت كده الحمد لله رب العالمين. يعني حتى كاس السوبر، النهائي كاس السوبر يعني اهلي زمالك. فاللي عايز اقوله انه من الثلاث فرق دول يعني تقريبا منتخب معظم اللاعبين هتلاقيهم من الثلاث فرق دول. اشكرك كابتن فضائي. بالظبط ثلاث فرق يعني هم الموجودين في مصر، وهم دول منهم المنتخب او قوام المنتخب غير المحترفين بره يا كابتن كمان. يعني اكيد برضو ده حاجه جيده، عندنا عدد من المحترفين على فكره في كره اليد في اوروبا، يعني عدد كبير من المحترفين ماشيين بشكل كويس. عندنا يحيى خالد، سند، علي زين، انا مش عايز انسى حد، مجموعه كبيره يعني ماشيه بشكل جيد. يعني الدرع، سيف الدرع ويحيى الدرع، مش عايز انسى حد، احمد هشام، دودو، دودو يعني المرمى بتاعنا، محمد عصام، محمد عصام الطيار، محمد علي في الدوري التركي. يعني عندنا في 19 لاعبين، 19 لاعبين ده عدد غير مسبوق يا كباتن، يعني عدد غير مسبوق للاعبين المحترفين. ولسه طالع دلوقتي هيطلع قداح، وهيطلع كمان مهاب سعيد. يعني النهارده انت بتتكلم في 10 12 لعيب من 16 اتحطوا على البنش. اذا الفائز هي مصر، الفائز هي مصر وقماشه كبيره، سفراء لبلدنا بره، اكيد دي حاجه تسعدنا كلنا يا كباتن. يمكن الكلام ده ما كانش موجود قبل كده يا كباتن، يعني يمكن عدد المحترفين كان بيبقى اقل، انما دلوقتي يعني لما يبقى من مصر حوالي 10 يعني محترفين بره، اكيد يعني بيبقى حاجه جيده. وزي ما حضراتكم شايفين احنا يعني سعداء بالشكل ده، وزي ما قلنا مصر هي الفائزه. ولكن انا احب اقول ان احنا فخورين بفرقتنا، فخورين بالانجاز اللي عملته، فخورين كمان بدعم مجلس الاداره. والله يا جماعه انا يعني انا هنا بيكون لي الشرف ان انا اتواجد مع نجوم كبار واساتذه، يعني زي ضيوف اللي منورين النهارده واللي تتلمذ على ايدهم عدد كبير. كل الناس الحقيقه بتتكلم، حتى كان معانا في الاستوديو التحليلي لكره السله كابتن عماد محمود من نادي الاتحاد، كابتن ميشو من نادي الاتحاد، ما عندناش ابدا مشكله يعني يبقى الاستوديو يعني رايين. النهارده لما كل ضيوفي يعني يشيدوا بدعم مجلس الاداره لكل الالعاب، يبقى ده حتى اللي بره النادي الاهلي النهارده، بره اللي بره النادي الاهلي بيشيد، بيقول لك مجلس اداره بيوفر استقرار، مجلس اداره النهارده بيوفر لك كل شيء. لازم الكلام ده كله حتى اللي بره النادي حاسين بيه، اللي بره النادي الاهلي حاسين بالكلام ده. طبعا ده كاس البطوله بيتم تسليمه للفائز نادي الزمالك، اكيد بنقول نادي الزمالك مبروك، وبنقول للنادي الاهلي ونادي سبورتنج مبروك، وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ابدا دايما يعني عظيم، النادي الاهلي عظيم في الخساره قبل المكسب، النادي الاهلي دايما عظيم في الخساره قبل المكسب، وهو ده النادي الاهلي، ودي عظمه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بروحه باخلاقه يعني زي ما بيقولوا بدستوره، النادي الاهلي النهارده ابدا ما فيش اي غضاضه ان احنا نقول للفائز مبروك وللخسران هارد لك، وهو ده النادي الاهلي، وهي دي قناه النادي الاهلي اللي جزء من النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين تسليم الكاس، مستر منصور اريمو بيسلم الكاس لكابتن احمد الاحمر النهارده الكابتن الفريق والفائز طبعا بطوله ابطال الكؤوس. نادي الزمالك من يعني من حقه يفرح طبعا، الفائز والفائز بالبطوله، والاتحاد الافريقي النهارده بيسلموا الكاس. جمهور الاهلي النهارده بيوجه التحيه للاعيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقدم التحيه، واكيد بنشكر جماهير النادي الاهلي. يعني خلاص يعني ختموها مسك بقى، ان احنا لازم نشكر جماهير النادي الاهلي، نشكر جماهير النادي الاهلي المخلصه والداعمه للنادي الاهلي في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. تلعب في الدمام، تلعب في الكويت، تلعب في تونس، تلعب في اي مكان هتلاقي جماهير النادي الاهلي. الحقيقه احنا فخورين بفرقتنا واكيد سعداء، كنا نتمنى الفوز النهارده، ولكن هذه هي الرياضه، والنادي الاهلي دايما كبير. وهقول يمكن مقوله كابتن عادل القيعي يعني حبيبي وصديقي يعني الدائم، النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ولكن النادي الاهلي بيكسب عشان عظيم، وهي دي المعادله. انت عندك معادله، عايز تكسب مش هتروح للمكسب على طول، لازم تعدي على رولز، ولازم تعدي على قواعد، ولازم تعدي على احترام، ولازم تعدي على حاجات كتير هتوصلك، ومبادئ لازم تعدي على كل ده عشان توصل للفوز. يمكن كابتن فوزي يعني اكيد ليك تعليق عن حفل الختام. المشهد بيتحدث عن نفسه، هو ده النادي الاهلي، بتحتفل بفوز نادي الزمالك داخل النادي الاهلي. ودي الحقيقه حاجه محترمه جدا، وزي ما قلنا مبروك لمصر كلها لما تبقى الثلاث فرق اللي متسيده افريقيا الثلاثه مصر. نعم. اللي هم قوام منتخب مصر
اولا بشكر النادي الاهلي على المجهود، ويمكن عشان احنا كنا بنروح كتير الماتشات فشايفين قد ايه المجهود المبذول، حقيقه شيء محترم جدا. بنقول المركز الثاني ما هواش خساره في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، وفي ظل بناء فرقه جديده، ده مكسب وان شاء الله لسه، وهي الرياضه طبعها كده، لا في حد بيقدر يكسب على طول ولا حد بيقدر يخسر على طول، هي طبيعي جدا يعني، ده الوضع الطبيعي في الرياضة. 3 من 4 أعتقد رقم كويس إن شاء الله كبداية ستارت للتيم دوت اللي أنا متوقع له إن شاء الله مستقبل باهر. نشكر النادي الأهلي، أشكرك بشكل شخصي على الاستضافة، بشكر الزملاء الحقيقة اللي الواحد ساعد بيهم على مدار الحلقات اللي فاتت والنهارده كمان، وان شاء الله دايما متجمعين على الخير باذن الله. كابتن ابراهيم طبعا البطوله انتهت وشفنا فيها اعمال كبيره جدا تمت وانجازات تمت ومجهود كبير اتبذل سواء من النادي الاهلي وهو نادي كبير وعظيم، أو من القناة اللي وقفت ورا الأحداث الكتيرة اللي عدت عليها الفترة دي، هي والستاف سواء تصوير خارجي تصوير داخلي حضرتك وكل الناس اللي موجودين في القناة، حاجة مجهود كبير ورائع، وده مش غريب عليكم ولا على النادي الأهلي، وده يعني شرف كبير لينا إن احنا نيجي أنا والإخوة كابتن فوزي وكابتن ياسر وكابتن محمد عبد الله ونتواجد مع عقامة كبيرة كابتن هيثم. أنا أقل واحد في الاستوديو كابتن، حضراتكم قامات كبيرة يعني، ربنا يبارك فيك ووفقنا جميعا. أنت اللي لميتنا أنت اللي جمعتنا والنادي الأهلي جمعنا كلنا يا كابتن طبعا. شكرا لكل حاجة، وإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في أقرب بطولة جاية اللي هي بطولة العالم للأندية، اللي أكيد مستر ديفيز هيعمل لها ألف حساب وهيعدلها أداء طيب، والنادي الأهلي حقق فيها نتيجة طيبة. كابتن محمد، أكيد دعم النادي الأهلي ودعم المجلس لن يتوقف عند هذا الحد، أكيد سيستمر الدعم يعني للفريق الفترة القادمة، وخلاص تقريبا وقتنا انتهى. بشكرك كابتن محمد، نورتين وشرفتين النهارده ربنا يخليك كابتن هيثم، النادي الأهلي ومنتخب مصر نورتين وشرفتين كابتن. ربنا يخليك كابتن هيثم، وإن شاء الله موسم الأهلي جانا ثماره ب3 بطولات من 4، وان شاء الله دي اول الطريق ان شاء الله للمواسم اللي جايه، لان طبعا مجهود مجلس الاداره السنه دي في دعم المنظومه بتاع كره اليد ومع وجود كابتن خالد العودي وكابتن ياسر لبيب ان شاء الله يبقى القادم افضل باذن الله. اشكرك كابتن محمد عبد الله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، كابتن ياسر صلاح بشكرك طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتيني وشرفتيني وسعدت بيك طول البطوله. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. انا بشكر طبعا مجلس الاداره وبشكر وبقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك للسيدات على المركز الثالث من بعد 30 سنه. متحيز انت للسيدات طبعا يا كابتن، عمرك كله يا كابتن مع فريق بشكر السيدات. ياسر لبيب، بشكر كابتن خالد العوضي، وبقول لي ياسر كمل انت ماشي كويس، وبعد غيبه كبيره انك تاخد من 4-3 دي كبيره قوي دينا كلنا. اشكرك كابتن صلاح، كابتن فوزي بشكرك، نور كابتن فوزي فضالي طبعا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر واستاذ كبير طبعا ترمز على ايده الكثيرين، بشكرك نورتينا وشرفتينا كتير. الله يخليك، احنا بنشكر اسره النادي الاهلي، اسره قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي ككل اللي احنا بنشرف ان احنا بننتمي اليه. كابتن ابراهيم السيد طبعا، وكابتن ابراهيم سيد نجم نجوم سياده اللواء طبعا، نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، يعني اخلاق حضرتك وتواضعك نورتنا وشرفتنا النهارده. انا اللي بشكر حضرتك على اليوم الجميل ده والايام اللي فاتت، وربنا ان شاء الله تكون دايما تجمعاتنا في ايام جميله جايه ان شاء الله. اشكركم يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين اسمحوا لي اتنهد الحقيقه، لان احنا موسم طويل، دي اخر مباراه لينا في السنه دي او الموسم ده في استوديو الابطال. الحقيقه مجهود كبير واجتهدنا في قناه النادي الاهلي، وانا على المستوى الشخصي اجتهدت ان احنا نحاول نكون مع ابطالنا في كل مكان. عشنا معاهم لحظات الإخفاق قبل لحظات الفوز والانتصار. السنة دي سنة رائعة. خليني بس أختم كلامي، اسمحوا لي بدقيقة، أنه السنة دي سنة عظيمة لألعاب الأصالات، يعني 18 أو 19 كأس النهاردة دخلوا دولاب النادي الأهلي، منهم بطولات قارية ومحلية. نعم في لحظات إخفاق،
في افرع محتاجه دعم، ولكن هي دي هو ده النادي الاهلي. يعني زي ما حضراتكم شفت كره السله حصل فيها دعم كبير. انا النهارده يعني سعيد جدا بالمجهود اللي بذل، واتمنى نكون في استوديو الابطال وقناه النادي الاهلي نكون يعني ادينا جزء صغير من رسالتنا، وان نحط كل جماهير النادي الاهلي مع ابطالنا. وزي ما وعدناكم الحقيقه من اول قيادات القناه حتى يعني العبد لله، ان احنا نكون على قدر الاستطاعه. بشكر فريق الاعداد كله الحقيقه اللي تعب معايا جدا جدا، فريق الاعداد اللي كان شغال ليل ونهار معانا عشان يوفر كل شيء، اكيد بشكره. انا مش عايز انسى حد ومش عايز اذكر اسامي، ولكن كل اللطقم الكنترول انا بشكرهم. النهارده عدد كبير من الماتشات تم اذاعتها هذا الموسم، وفي اكتر من مكان كنا بنذيع 3 ماتشات في اليوم. الحقيقه احنا اجتهدنا وحاولنا، ويا رب نكون يعني عند حسن ظن الجماهير وحسن ظن مجلس الاداره وحسن ظن اداره القناه، ودايما هنستمر في رسالتنا. دي اخر مباراه، ولكن رسالتنا ما انتهتش. ده نهايه الموسم ايوه، ولكن بالنسبه لنا في قناه النادي الاهلي خلاص المباريات اللي جوه مصر انتهت. يمكن يتبقى البال في كره السله، ودي الحقيقه هكون في رواندا، هكون خارج الجمهوريه، مش هكون معانا، ولكن احنا اجتهدنا بشكل كبير عشان نكون معاكم. يا رب ننال رضا جماهير النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا ان شاء الله في مباراة قادمة بإذن الله.